السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول جل المسموع نقدم لكم علامات من سورة الكهف، الحلقة الثانية. علامات من الكهف دائما الصبر على جفة الإخوان في الله، وفظاظة أحدهم أرحم بالقلب من مصارعة تركهم وفقدهم. مهما كانت المرارات فاختيار الوحدة والتكديس بيد واحدة اختيار يروج في سوق إبليس، وستكون العاقبة أن يصعق الدهر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. علامات الكهف، وربطنا على قلوبهم، تربنا على قلوبهم بالصبر والتثبيت، وقويناهم بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من العز وخصبوا العيش. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، تعلقك بعطاءات الله يجعلك ترى ما في أيدي الناس صغيرا. أحضر إبليس، أحضر عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس لطرفة عين، ثم قال: هذا من فضل ربي. وذو القرنين جاء بزبر الحديد وجعله نارا، وأفرغ قطرا، وصنع ردما عظيما، سجن خلفه يأجوج ومأجوج، ثم قال: هذا رحمة من ربي. أدب الإنجاز رده إلى توفيق الله. علمتنا الكهف، إني نسيت الحوت. أضع الحوت فوجد الخضرة. يبتليك الله بالنسيان ليسوق لك خيرا لا تتوقعه. النسيان عطاء من الله. علمتنا الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. تكفر الله بشأنهم أكثر من 109,000 يوم وهم نيام، ونحن مشغولون بيوم واحد لا تهتم. علمتنا الكهف، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال الخضر هذا الكلام لأنه يعلم يقينا أن الأنبياء لا يسكتون إذا شاهدوا المنكرات. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ كم خرقت لنا سفنا في حياتنا فاشتكينا وبكينا، ولم نعلم إلا بعد سنوات أنها كانت نجاة من الله من ضرر أكبر. لله لطف خفي لا تدركه ضالة أبصارنا. علمتنا الكهف، نفس الشيء تراه من منظور واحد، فوضى واضطرابا، أخرقتها لتغرق أهلها، وتراه من زاوية أخرى، ابتساما وانتظاما، أما السفينة فكانت لمساكين. فاللهم بصرنا بمواطن النظام بين كل ذلك الاضطراب. علمتني الكهف، فكرة سورة الكهف أن جنة الإنسان في قلبه، وانوجر تلك الجنة وهي رحلة طويلة لن تضيق عليه هذه الدنيا وتجاور الزمان والمكان. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. علمتنا الكهف، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ظنك أنك محسن لا يعني أنك محسن،